السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. اليوم راح نتكلموا على مجموعه من المواضيع. اول شيء نبداو بالاعتراف والثناء من سفيان فيغولي اللاعب المنتخب الوطني للاعبين المنتخب الوطني الشباب اللي داروا مقابله كبيره بالامس ضد المنتخب المغربي، ونزل في ستوري تاعو تاع الانستغرام انه برافو للاخوه الصغار. يعني هذه للاعتراف الاجيال، وهذا الشيء للاسف نفتقدوه نظرا لعديد من المعطيات. جيل ما يحبش يعترف بجيل، لما نعرفوا باللي اي بدايه عندها نهايه، ونعرفوا باللي هذا الجيل تاع جيل محرز وجيل فيغولي يجي الوقت وراح ينتهي ويجي جيل من بعده. اذا يجب أن نحترم بعضنا البعض، يجب أن جيل يحترم جيل، الجيل السابق يحترم الجيل الحالي، والجيل الحالي يحترم الجيل السابق، وهي ماشية. لما نشوفوا أنه سفيان فيغولي يحترم هذا الجيل القادم، هذا سواء جيل نتاع ماهور ولا جيل نتاع والناس ولا جيل تتراوي ولا جيل بالحاج ولا جيل اي تعامر ولا دوقي ولا عصام، يعني الاعتراف هذا هو اللي خلينا نحترموا بعضنا. اذا لقطه ايجابيه وشيء نثمنه هو المبادره اللي قام بها سفيان فيغولي، للاسف نفتقدوها الان. جيل يقول لك انا كنت بكري وانا صنعت المجد وانا واحد ما قدر يدير كيفي. يعني نتاسفوا للبعض الناس اللي للاسف ما يحبوش يعترفوا بالجيل الحالي، لكن هذه داخله في الانا وداخله في الشوفانيه والانا وحب الذات للاسف. اذا مباشره لمجموعه من الاخبار، اذا استاد الدوحه، جريده استاد الدوحه القطريه تقول ان بلايلي يتجه للبقاء مع الملك القطراوي، يعني انه نادي قطر سوف يعني انه يوسف بلايلي سوف يبقى في نادي قطر القطري. استمرار اللاعب يعني ربطاته بعديد من المعطيات. استمرار اللاعب، المعطى الاول انه استمرار اللاعب اصبح مساله وقت فقط، وبعد اقتناعه بمشروع الفريق الجديد، يعني بعد اقتناعه بمشروع نادي قطر القطري، يعني هذا من ضمن انه المعطيات اللي راح تخليه يبقى في هذا النادي. الصفقات الجديده امثال بالعملي راح نتكلم عليها، ومارتينيز تشجعه، مارتينيز هذا لاعب باير السابق تشجعه لمواصله مشواره. يعني الصفقات اللي دارتها إدارة النادي القطر القطري خلات أنه بلايلي يشوف أنه النادي هذا راح يكون نادي كبير وراح ينافس على البطولة القطرية. بلايلي سجل في الموسم السابق 13 هدف بدور نجوم قطر، أصبح في طريقه لإغلاق صفحة العروض الخارجية. يعني بعد ما يعني تاكد بلايلي انه النادي تاعو راح عنده مشروع كبير وراح ينافس في دوري القطري وجاب لاعبين كبار، نحى من باله، يعني حسب استاد الدوحه القطريه، نحى من باله العروض الخارجيه اللي ربطت باسمه عديد الانديه في الخارج. نادي قطر القطري يعمل في مقارعه الكبار وتكوين فريق كما قلنا قوي. روحوا الموقع يلا كوره، يؤكد أن نادي قطر القطري يتعاقد مع جمال بالعمري. موقع يلا كورة أكد أن نادي قطر القطري يتعاقد مع جمال بالعمري. تعاقد نادي قطر القطري مع المدافع الجزائري جمال بالعمري بعد انتهاء رحلته مع أولمبيك ليون الفرنسي، ليكون ثاني صفقات النادي القطري الموسم الجديد بعد خافي مارتينيز. أنا صراحة جمال بالعمري تمنيت انه يلعب كثير في اولمبيك ليون، وفرحنا له وقلنا يعني حاجه مليحه انه اللاعب يطور امكانياته، يعرف الاحتراف، يحتك بالكره الاوروبيه، يعني شيء يبشر بالخير. لكن الشيء اللي صرا له انه ما كانش يلعب دائما رغم انه عنده امكانيات، وهذا الشيء راح يضره هو اللي راح يكون يعني بلاصو يعني في خطر في المنتخب الوطني. ونعرفوا انه الناخب الوطني الامور هذه ياخذها بعين الاعتبار. اللاعب اللي مش يلعب ماهوش كومبيتيتيف صعيب باش يكون اساسي في المنتخب الوطني. اذا الحل ما هو؟ الحل انك تمضي في نادي خليجي قطري ولا
سعودي ولا ليسونسيير والحاجه الاهم ليسونسيير والحاجه الاهم انك تكون كومبيتيتيف وانك دائما تشارك وتلعب اساسي. وحصل نادي قطر على توقيع بالعمري لمده 3 سنوات، انه مضى لمده 3 سنوات قادمه ليزامل مواطنه الجزائري يوسف بلايلي. وكان جمال بالعمري مرشحا بقوه للانتقال الى الاهلي السعودي، يعني كان عنده عرض من الاهلي السعودي قبل توقيعه مع قطر القطري ليبدا تجربه احترافيه جديده. الشيء الاخر انه في الصفحه تاع النادي هذا قطر القطري على الانستغرام نجد ان اللاعب بالعمري عمل متابعه لصفحه النادي على الانستغرام، يعني اكد انه قضيه وقت فقط وسوف يكون اللاعب جمال بالعمري في نادي قطر القطري. ايضا خبر اخر خص رشيد غزال، خبر من موقع الكره القطريه على تويتر. نادي الدحيل القطري يرغب في التعاقد مع جناح الجزائري رشيد غزال لاعب ليستر سيتي الانجليزي الذي يرغب ببيع اللاعب ب 6 ملايين يورو. انا هذا الخبر يعني نوعا ما عجبنيش. اول شيء 6 ملايين يورو قليله في رشيد غزال لولا، لانه نعرفه لو نعرفه ساسي لاعب نتاع الزمالك قدموا فيه 9 ملايين يورو. اذا ساسي يلعب في الزمالك 9 ملايين اورو فرجاني ساسي، ورشيد غزال 6 ملايين هذه انا نشوف فيها استصغار لرشيد غزال، خاصه انه اللاعب يلعب في نادي ليستر سيتي ولعب في بيشكتاش، دار موسم خرافي في بيشكتاش، تعطي فيه 6 ملايين اورو؟ هذه انا الخبر هذا نعتبره استفزاز للاعب. صحيح انه ربطوا اسمه رشيد غزال في المده الاخيره بناديين خليجيين النصر السعودي والدحيل القطري وبعض العروض هذه لما نفضلهالوش انا صراحه، لكن انا كرايي شخصي اما يرجع ليستر سيتي او يبقى في بيجيكتاش، وانا الاحسن ليه رايي شخصي هذا انه يبقى في بيجيكتاش. علاش؟ لانه راح يلعب الموسم القادم دوري ابطال اوروبا، يعني شالنج جديد ليه واستحقاق جديد ليه وراح يزيد في القيمه نتاعو. ليستر سيتي خاصه يعني المدرب نتاعنا اللي ما فهمتش انا علاش ما يعتمدش عليه، ما اسباب مجهوله. اذا نتمنى التوفيق لرشيد غزال، ايضا نتمنى التوفيق لجمال بالعمري ويوسف بلايلي، وحظ موفق للمنتخب الوطني للشباب ان شاء الله التاهل النهائي، ولما لا الكاس ان شاء الله تكون جزائريه. اذا في الاخير ملتقانا مع نزل من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.